السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello أشرف. This is teacher عبد العزيز زكريا from e-Alim and this is inshallah your plan. Okay. In this plan inshallah you will start from the book number 2 in كتاب العربية بين يديك. Okay. الوحدة الأولى العناية بالصحة الدرس الأول في العسل شفاء. This is a conversation between حازم and عامر. Okay. حازم أمريض أنت؟ عامر نعم أشعر بآلام شديدة في بطني. حازم هل ذهبت إلى الطبيب؟ عامر لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عامر لا لم أسمع بها. مما اشتكى الصحابي؟ حازم اشتكى من بطنه. عامر وكيف عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حازم أمر أخاه أن يسقيه عسلا. عامر وهل شفي؟ حازم نعم بعد أن سقاه 3 مرات. عامر العسل؟ سبحان الله. حازم نعم العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. عامر سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. حازم توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. عامر سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. حازم شفاك الله. عامر جزاك الله خيرا. That's all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.